عامرة. معنا أول سؤال النهاردة. أم كريمة بتقول عندي طفل 5 سنين بيعاني من موضوع التنمر بسبب الأذن البارزة، وعايزين نعمله عملية لأنه بجد بقى عنده عقدة من الخروج من البيت بسبب الموضوع ده، ومش عارفين العملية دي حرام ولا حلال. بالله عليكي ردي عليا ضروري جدا. حاضر. نسأل الله التيسير والتوفيق. قبل ما أرد لازم أنبه على أنه التنمر على الغير هو سلوك غير أخلاقي، وهو أمر مرفوض طبعا تماما، يعني ويرفضه الشرع الشريف، لأن ده بيعد من أنواع الأذى المحرم، إنك تأذي الإنسان بكلمة، تتريق عليه، تسخر منه، فده من الأذى المحرم. وبيتنافى في نفس الوقت التنمر أو أن أنا أأذي الناس بكلمة أو التريق على حد، بيتنافى مع تعليم الإسلام الحنيف اللي كلها بتدعو إلى حسن الخلق ومكارم الأخلاق، وأن احنا نتعامل مع بعض برحمة وبرفق مع الآخرين. وربنا علمنا سبحانه وتعالى في سورة الأدب، سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالآية واضحة في إن اللي بيرتكب أي محظور من مما ذكرت الآية الكريمة هو واقع في الظلم، ظلم نفسه بظلم غيره، إنه هو يؤذي الآخرين بكلمة لا تجوز من مؤمن إنه يقولها أو يطلقها على أخيه المؤمن. هو الحقيقة مش بيشتم، وده بيشتم نفسه، لأن المؤمنين كان جسد الواحد. شوف بيقول ولا تلمزوا أنفسكم، مع إنك أنت الفعل ده متعدي بيه على الغير، بتعتدي بيه على الغير، لكن حقيقة المؤمنين كان الجسد الواحد. فأنت لما تشتم مؤمن آخر كمان شتم نفسه. هذه الآية بتعبيراتها البلاغية الراقية تنبه المؤمنين إلى ضرورة صيانة اللسان، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر والإضرار، فعلمنا لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. لذا فالتنمر ده أمر محرم شرعا، ويجب الامتناع عنه، وكمان معاقبة اللي بيمارسه مع الناس يتعاقب بما يردعه عن هذا الفعل السيء. أما بقى بالنسبة للسؤال تحديدا اللي حضرتك تفضلتي بيه عن حكم عمليات التجميل التجميلية، وحكم العمليات، إجراء العمليات التجميلية لإزالة عيب بيسبب حرج نفسي للإنسان، الفتوى على إن إجراء العمليات التجميلية اللي بتهدف إلى إزالة عيب بيتضايق منه الإنسان في خلقته، أو تشوه، أو إصلاح أضرار ناتجة عن حادث أو مرض، كل ده بيندرج تحت الجواز الشرعي، إنه ده أمر جائز شرعا، خاصة إذا كان العيب ده بيسبب لصاحبه حرج نفسي أو اجتماعي بين الناس، عامل له كده إيه، ما بيسلمش من إن الناس تحملق النظر في ناس تانية، ما تبتدي تتريق أو تسخر منه. فبالتالي من حقه إن هو يزيل هذا العيب من منطلق لا ضرر ولا ضرار، ومن منطلق أشياء كثيرة. الشرط الأساسي بس هو إنه يكون الغرض من العملية التجميلية لإزالة هذا العيب تحسين الحالة الصحية أو النفسية للشخص. طيب، دليلنا الشرعي، الدليل إنه الإسلام بيراعي الحالة النفسية للإنسان والاجتماعية كمان، ودايما يحثنا الإسلام الحنيف على التخفيف من الأذى أو الضرر اللي ربما بيتعرض له الإنسان، سواء كان الضرر ده نفسي أو جسدي. وعندنا قاعدة شرعية كبرى بضرورة رفع الضرر، الضرر يزال، إذا في ضرر واقع ومترتب عليه أذى نفسي واجتماعي واضح ويؤثر على مشاركة الإنسان ويؤثر على انخراط الإنسان في المجتمع، فأنا عندي ضرر يسبب ذلك، هذه القاعدة تقول الضرر يزال. طبعا القاعدة الشرعية دي مستنبطة من نصوص الوحي الشريف، الضرر يزال سواء
في مرتبة الضرر ده وضعه في مرتبة الأمور الضرورية أو الحاجية بمعنى التحسينية. الحاجة أحيانا بتنزل منزلة الضرورة، ولا شك إن الجراحة التجميلية عشان نزيل عيب بيسبب حرج نفسي أو اجتماعي بتعتبر من هذا النوع من الحاجات الملحة، اللي هي الحاجة اللي بتنزل منزلة الضرورة. وثبت وحكيناه قبل كده القصة دي، إن الصحابي عرفة ابن أسعد أصيب بأنفه في غزوة أحد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه باتخاذ أنف من فضة، فالأنف لما خدها أنتن عملت ريحة معاه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده إنه يتخذ أنف من ذهب، لأنه هذا المعدن مش هيسبب له الريحة ويكمل هذا العطب الذي أصابه بسبب القتال. فكان إنه أمره إنه يضع واحدة أخرى مكانها من ذهب عندما تسببت أنف الفضة بضرر اللي هو أنتن، يعني تسببت في وجود رائحة، وده كما رواه الإمام أبو داود في السنن. وبناء على ما سبق يعني ده بيدل على جواز التداوي، جواز إجراء العمليات التجميلية لتحسين الحالة الصحية والنفسية للإنسان، بشرط طبعا السلامة الطبية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. سؤالي الثاني اللي معانا